وهنوصل صوتك بردك لكل اللي مزعلينك، اصل المغتربين فرحتهم بتفرحنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم ببرنامجكم معاك في الغربه، في حلقه جديده فيها اخبار حصريه باذن الله عن مواضيع بتهمنا كلنا، فيها عدد من فقراتنا كلنا النهارده باذن الله ان شاء الله تعجبكم وتكون بتعبر عن رايكم وعن مشاكلكم وعن قضاياكم، فيها متابعه لبعض القضايا اللي جات لنا مراسلات منكم فيها وطالبين ان انتوا تعرفوا ايه اللي حصل فيها. معانا استاذه اسماء السعود، اهلا وسهلا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا مستشار، اهلا بيك. ان شاء الله باذن الله عندنا فقره الاخبار طبعا زي ما بتبتدي كل مره، هنقول الاخبار اللي عندنا بسرعه كده واستاذه اسماء اتعلق معانا عليها. تحت امرك، اتفضل. طبعا احنا قبل ما نتكلم في الاخبار اسره البرنامج كلها بتنعى خال الاستاذ مصطفى بدران واستاذ تامر بدران على وفاه خالهم استاذ عبد الحميد محمد، بس بقاء قدام الله وخالص تعازي الاسره الكريمه، تعازينا الاسره جميعا والف رحمه ونور عليه. طبعا عندنا استاذ النهارده اخبار طبعا زي كل مره، القوى العامله. القوى العامله انت شايفه ان المجهود اللي بتعمله اصلا متشاف؟ هو الناس كلها مركزه، انا ملاحظه على الاخبار بتاعت او التعامل مع وزاره الخارجيه ووزاره الهجره، ده اللي احنا بنسمعه على طول، لكن تقريبا كل حاجه بتخلص عندنا من القوى العامله. يعني انا في الحلقه تقريبا اللي فاتت او اللي قبليها قلت الجندي الخافي، بصراحه فعلا يعني حتى هناك في بره، حتى احنا يعني اكتر حد فعال المستشار العمالي مع مشاكل المصريين في الدول المهجر، يعني ما بنخسش حد او بنقول ان حد مش شغال قد ما بنقول الناس دي لا، هي قايم عليها الشغل بتاع العمال. ده حقيقي. وكمان عندك ان مش كل العماله اللي طالعه او مسافره طالعه من خلالها. اكيد. ده انا باخد عقد وبسافر، هو مضطر ان هو بيتدخل في مشكلتي وبيشوف عقد عملي ولو عايز اوراق بروح له. طبعا. بس وده تقريبا مش متشاف خالص، فعايزين نسلط الضوء للناس تبقى عارفه قد ايه الوزاره دي شغاله وفعاله. يعني حاطه حد مهم جدا بدونه المستشار القانوني او المستشار العمالي، يعني القنصل العام مش هيقدر يحل المشاكل الا لو مستشار عمالي اكد عليها، واعتقد ان هم بيبقوا خبرات عاليه جدا. تمام صح. بس فده اللي حبينا بس نفسره او نقول للناس، لان الناس كانت ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده. الناس مش مركزه ولا مهتمه بشغل وزاره القوى العامله، وده مش شايفاه، مش عارفاه بالظبط. واحنا دورنا ان احنا اي حد شغال ان احنا نقول لا شغال. لا بالعكس، وزاره القوى العامله والمستشار العمالي في السفاره هم الناس اللي بيقفوا مع العمال بره وبيحاولوا ان هم يساعدوهم بقدر الامكان وقدر المستطاع، وده طبعا على حسب يعني القوانين والتعليمات بتاعه الدوله المقيمين فيها يعني في الخارج. طيب احنا عندنا بقى خبر مهم جدا. هو طبعا طالما الاعداد كاتبه اكيد موثقه، بيقول ان في مصادر مطلعه قالت ان هيدمجوا الوزارتين، وزاره القوى العامله في وزاره الهجره، او وزاره الهجره عشان هي الاحدث في القوى العامله اللي هي الاقدم. بس ايه رايك في الخبر ده؟ بصراحه انا مش مقتنعه طبعا بالخبر ده، لان هي اصلا كانت وزاره القوى العامله والهجره الاول، وانفصلت عنها وزاره قطاع الهجره وبقى وزاره الهجره، وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج اللي بيتابع حالات ومشاكل المصريين في الخارج. فلا انا ضد طبعا ان هم يندمجوا تاني، لا بالعكس المفروض يكون في تطوير اكتر في وزارة الهجرة، وانا شايفه ان معالي الوزيرة بتحاول وبتسعى انها تتطور من الوزارة وبتجيب مستشارين وشغاله يعني وفعاله يعني طبعاً بصراحه طبعاً اكيد، وده واضح جدا يعني احنا بنتابعه، احنا اكتر ناس شايفين ده، لان احنا في العمل الخدمي للمصريين في الخارج، واحنا دايما لما بنروح لها حقيقي ما بتتاخرش عننا. وزاره الهجره كان ليها دور كبير في قضيه علب والقاسم. بس يمكن انت عارفه كويس جدا ان انا يعني ضد ان انا انطاق، انا ممكن الوم على مؤسسه يعني اطلب من مؤسسه ان هي ترقى شويه بالمجهود بتاعه طبعاً بالعمل. كل المؤسسات المفروض تكون في تطوير دايما، كل احترام التطوير يعني والتقدير بالظبط. واما حضرتك شايفه ان وزاره الهجره ليها مخالب، ليها صلاحيات، ولا احيانا بتتضارب مع وزاره الخارجيه واحيانا اخرى بتتضارب مع وزاره القوى العامله؟ لا هي ليها شؤون مختصه بذاتها، مش ملهاش علاقه، شغل وزاره الخارجيه واضح ومعروف، وشغل وزاره القوى العامله واضح ومعروف، وده غير ده خالص تماما يعني. ولكن هم يمكن
معظم الناس مش عارفين ان وزاره الهجره طبيعه شغلها ايه، او هي دورها بيبقى واصل لغايه فين. طب احنا في حلقات ثانيه، عشان النهارده عندنا حلقه دسمه جدا، في حلقات ثانيه هنحاول نوضح ايه هو الدور الحقيقي بتاع وزاره الهجره، ده مطلوب إيه؟ جدا جدا تمام. لان في ناس فعلا تايهه في النقطه دي بالظبط، لان في ناس كتير كمان بتحملها فوق طاقتها، زي ما بنحمل القنصليات كده فوق طاقتها. بس فمهم جدا ان احنا نبتدي نوضح للناس اللي بتثق فينا النهارده وبتتفرج علينا دور كل واحد ايه، عشان لما يطلب حاجه منه بالظبط يا عمل يا ما عملش. خاصه وزاره الخارجيه في يعني في حاجات هي طبعا يعني ما ينفعش ان هي تتدخل فيها الناحيه القضائيه، وحاجات كتير في الخارج المفروض انها يعني مثلا قضيه زي بتاعت عطيه او زي بتاعت علي ابو القاسم بتبقى محتاجه محامي. الناس بتلوم كتير على وزاره الخارجيه، فين وزاره الخارجيه، فين وزاره الهجره. لا، ده مش دور وزاره الخارجيه ولا ده دور وزاره الهجره، هي بتدعمنا لكن الدور الاساسي بيبقى لمحامي في الدوله المقيم فيها او اللي فيها المشكله. فده احنا طبعا الحلقه الجايه ان شاء الله نقدر نكون متوسعين اكتر في الموضوع. اخد الخبر الثاني، الخبر الثاني ده تقريبا اللي احنا كنا بنقول عليه من سنتين تمام. بيقول لك العمالة المصرية في الخارج للخلف دور، بمعنى ان العمالة المصرية في الخارج نزل بنسبة 70% بقاش في اعتماد عليه. شايفة ده ليه؟ هو انا لاحظت من خلال يعني مراجعتي على صفحات الفيسبوك والسوشيال ميديا، الناس بتتكلم دايما على العمالة الفلبينية والعمالة الهندية ان هم بياخدوا الرواتب بتاعتهم بتبقى اقل وشغلهم بيبقى ساعات اكتر، فيمكن يكون ده السبب. برغم ان العامل المصري من اكتر العمال المطلوبين كان في الوقت السابق، يعني العمال المصريين. شايفه ان في تقصير مننا احنا كعماله؟ احنا محتاجين يكون في تطوير شويه، فعلا يكون في تطوير شويه اكتر في العماله المصريه، يعني المفروض ان هم. انا عندي مهام معينه مربوطه بالعماله المصريه، يعني لما كنت ببقى في الرياض مثلا وبمشي بشوف المباني القديمه معروف ان اللي بناها مصر. ده فعلا. بس لحد تقريبا من فتره قريبه جدا كان كل العماله الحرفيه اليدويه كانوا مصريين. مش بس العماله، حتى الطب والهندسه. لا انا بتكلم على العامل. ما احنا ستي النهارده عندك قد ايه فئه بره بتتفرج على حضرتك، مش من الفئه الاولى يعني. بس طبعا كل الاحترام والتقدير ليه طبعا. بس ما هو لو هو 90% من اللي بره من الفئه دي انا كنت هطلع اتكلم لغه عربيه فصحى بس. لكن انا عندي 90% من العماله اللي بره شبهنا، يعني ناس عمال وناس من الصوره، انا اسف، يعني اللي هي العماله اليوميه او اللي خاصه بالمشاريع. والله يا سيادة المستشار انا عايز اقول لحضرتك، انا اقصد اقول ان مش العماله بس اللي مطلوبه، العماله المصريه لا، المصري مطلوب في كل دول العالم في شغله، في امانته، في متابعته واهتمامه بعمله. لا بصراحه حتى يعني سواء اطباء، مهندسين، مدرسين في السعوديه وفي الكويت وفي ليبيا مطلوبين جدا، يعني من زمان. برضو مش هذه العماله اللي انا بتكلم عليها. حضرتك تقصد بتكلم على العماله العمال بتوع المعمار وال بالظبط، اللي هم العمال أكيد. اللي بنوا سمعه مصر بره ما مش دكاتره بس ولا مهندسين بس، أكيد طبعا. اللي بنوا سمعه مصر بره مدرسين والعماله دي بالظبط صح. بس في حاجه غلط بدليل على كده حضرتك، لان هقول حضرتك على حاجه بسيطه قوي. اتفضل. النهارده برضو هنا حتى في مصر الموضوع ده قل جدا. بمعنى ان احنا في جزء احنا بنفتقد، في جزء احنا مش شغالين على نفسنا عليه، في جزء احنا رجعنا القوي لورا فيه، مش هينفع نطلب بره واحنا هنا اصلا راجعين فيه. ايه راي حضرتك في ده؟ يعني حضرتك تنصحنا خلي حلقه ثانيه. لا ما انت لازم برضو يكون لازم تنصحنا بالحاجات. انا اعتقد ان اللي يقدر يسافر بره ويشتغل في اي دوله هتدي له راتب قد ما بياخد في مصر على الاقل 3 مرات، لازم يبقى محترف جدا في مهنته، لازم يبقى شاطر قوي، لازم يبقى شغال على نفس الشغل كويس جدا. صح. لان هم زمان ما خدوش اي حد وخلاص وعملوه بالظبط، ده زمان استفادوا من خبراتنا. بالظبط. النهارده للاسف بتطلعي باي مهنه، يعني حضرتك قلت الفلبيني صح؟ فلبيني عمره ما هيضرب ورق، انا اسف يعني في اللفظ. فلبيني عشان يجي لحضرتك بيتدرب هناك وما تقدريش تجيبيه قبل ما يخلص فتره تدريبه. استحاله هيجي لك مثلا عامله منزليه مع كل الاحترام والتقدير ليها شهادة الخبرة بتاعتك، ولكن ما بتعرفش تجيد ده خالص اطلاقا. مش هتروح بقى تعمل بطاقة بمهنة تانية وهي حاصلة على كذا او موظفة في كذا فخدت مش عارف ايه، ومفيش الكلام ده.
فلبيني قبل ما بيطلع. على فكره يعني عشان الناس برضو اللي بتسمعنا اللي متخيله ان سفاره فلبين واو، مع كل الاحترام والتقدير، من اضعف السفارات بره، لان انت جاي مخلصه حقك. انت داخله البلد في السعوديه مثلا كدوله من الدول، انا عشان خط التجربه دي عندنا بس. وكان معايا طبعا يعني حد بحترمه جدا اسمها ليزا، عشان تيجي انا ست شهور قاعد مستنيها. ليه؟ لا عرفت تضرب ورقه، ولا عرفت تزور شهاده، ولا عرفت تاخد خبره مش بتاعتها. ودخلت المعهد، وقبل ما تيجي انا دفعت التامين عشان لو ما اديتهاش الراتب بتاعها، وكتبت اقرار للسفاره طيب. وبعته تمام للخارجيه ان لو اتاخرت عليها في راتب شهر، من حق السفاره انها تعمل لها تاشيره واخده مني موافقه بده تمام، وان اتروحها على حسابي من الالف دولار اللي انا حطيتهم تامين. فسفرت ايه؟ انت حضرتك اصلا بتعرفش عنك السفاره حاجه غير لما بتبقي في مشكله، انقذوا فلان، يا نهار ابيض، صح حضرتك. لكن مين راح فينا السفاره قبل ما يروح لكفيل؟ محتاج يعني المصريين مثلا في السعوديه يروح السفاره يعملوا مثلا لسه راح السعوديه حضرتك عماله مصريه ولا لا؟ لما بيحصل لحضرتك مشكله بتلجئي لمين؟ بتعتبي على مين؟ اكيد للسفاره، وبعتبي على الخارجيه والسفاره. طب هي اصلا ما تعرفش ان حضرتك موجود. يعني انا دلوقتي فرضا ان انا جالي عقد عمل في السعوديه ومسافره هتسافري، هيبعت لك الورق وهتغير المهنه. انا اسف يعني حسب العقد اللي جاي لحضرتك تمام، وهتاخدي بعضك وتوكلي على الله تسافري وتنزلي الرياض. بيحصل. ومش هتروحي ناحيه السفاره خالص الا لو عايز شهاده ميلاد، عايز تغيري جواز، عايز تجددي حاجه، يعني حضرتك او في مشكله، في مشكله بقى، فالسفاره ما اتدخلتش وما عملتليش. هو ده، هو دي ثقافتنا احنا، هي دي الثقافه اللي احنا بنطلع من هنا عليها. وبقول لحضرتك تعالى اتدرب ما بتروحيش، تعالي قدمي رسم ما بتروحيش. تنصحني بايه لو انا لسه داخله السعوديه؟ يعني انا جالي عقد عمل في السعوديه وسافرت تمام، تنصحني بايه؟ اتعامل ازاي؟ لا لازم تاخدي اجراءاتك كلها اللي الدوله قالت لحضرتك عليها، عشان هي ما قالتش لحضرتك عليها عشان تغلس والله. هي قالت لحضرتك وثقي ورقك، امضي على عقد مظبوط تمام. اول ما تطلعي هناك اختار السفاره ان حضرتك وصلت البلد، اسجل في السفاره بالظبط تمام. لكن مين فينا اصلا بيروح السفاره؟ ده في ناس قعدت هناك بالعشر سنين ونزلت، كان بيبعتوا زمان لاهاليهم يجددوا لهم الجواز ويبعتوا لهم، وما عرفوش مكان السفاره. انا حد منهم، انا تقريبا رحت سفاره مره واحده في حياتي. فلا، احنا ثقافتنا محتاجه تتغير، محتاجه ان احنا نقوي دولتنا وسفارتنا عشان يتقال علينا ان احنا قواي. صح. مش بالعكس. لما حضرتك بتسب في السفاره، هو مين اللي عمل سوم على السفاره مثلا؟ سي بتاع باكستان، سي للفلبين، الفلبيني نفسه، الفلبيني نفسه طبعا بيخوف حضرتك من السفاره، اما بتكلميه يقول لك اروح السفاره. لكن تخيل كده لو طلع شتم سفارته وبعد كده قال لك هروح السفاره تروح. عايزه يعني اخد راي حضرتك في محتاجين نرجع بس عشان عندي مواضيع كتير قوي، عشان احنا كده مش هنخلص ونحتاج اربع ساعات. عندي خبر تاني. الموضوع اللي عايزه اسال حضرتك فيه، ايه راي حضرتك في الفيديوهات اللي بتتبث اليومين دول على الفيسبوك والسوشيال ميديا؟ لا ده انا عامل لها فقره وجايب احمد كيمو، عشان الناس اللي داخله بتسب في بعضها وبتكلموا بس مش بره بس، الغربة. على فكره بس احنا ما نقدرش نفصل بره عن جوه، صح؟ اكيد طبعا، كلنا مصريين بره ومصريين كلنا جوه. بقينا هو ده، فدي عاملين لها فقره لوحديها، لان احنا للاسف اتلعب معانا في حته وحشه قوي. اتلعب ان لما بيجي يقول لحضرتك وزير التربيه طبعا والتعليم، لا النهارده بيقول لك وزير التعليم للأسف. صح؟ للأسف. بس لو حد عمل حاجه في المدرسه والمدرس عاقبه بنحرك القوات على طول. مشكله، مصيبه، مع ان دي مع ان ده اللي اتربينا عليه وده اللي خلينا في الفقره يعني بتاعتها، عشان الموضوع ده يعني تقريبا يعني مع احمد كيمو يعني جميعا تمام. انا عندي خبر اخير بتاع مع السفيره غدا والي تمام، التضامن الاجتماعي بالظبط تمام. بس يعني هستقبل مكالمة عشان محضر لك مفاجآت كتير جدا تمام، بس بعد الفاصل. مفاجآت حلوة إن شاء الله. أهلا وسهلا بيكم، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. هنكمل مع أستاذة أسماء عشان في أخبار لتقريبا نسبة 90% من الناس اللي بتتابعنا بتسأل كل يوم قضية المهندس على أبو القاسم. معاك. عندنا بعض الحصريات في القضيه دي جات لنا من اكتر من مصدر يعني تمام. بس الـ الـ الاخبار كلها ما شاء الله ولا قوه الا بالله تقريبا، لو في فضل فيها يرجع لابتسام
اللي احنا سميناه المرأة الحديدية. ده أكيد طبعًا. يرجع سيه. لحضرتك، يرجع لشكل، يرجع يعني. لكل حد شير أو ساهم في شير على قضية علي أبو القاسم. ربنا ينجي يا رب في كوكر. بس احنا عندنا أخبار كويسة جدًا 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 يعني في الموضوع. فرحنا عندنا أولًا يعني. إن علي أبو القاسم بعد 3 سنين تقريبًا بسبب اللي حصل الفترة اللي فاتت اتنقل لسجن أخف. تمام. بس بيسمى سجن الغارمين. ده بيبقى فيه نوعية مساجين غير السجن الأول، وبتبقى المعاملة فيه طبعا أفضل. آه طبعا زي مؤسسات اللي شبه مفتوحة يعني. ما احنا عندنا أنواع من المؤسسات العقابية، إما مغلقة وإما شبه مفتوحة وإما مفتوحة. تمام. فهو فضل ربنا اتنقل وتحركك وطبعا وكل الناس اللي ساعدت عليه وابتسام وأشقاء، اتنقل لسجن شبه مفتوح يعني أفضل شوية. الخبر الثاني الجميل ان الحمد لله رب العالمين بفضل طبعا كل اللي ساعد في الموضوع ده. اه صحيح السعوديه ما طلبتش انابه قضائيه، ولكن معالي النائب العام السعودي بعت لمعالي النائب العام المصري بطلب استكمال تحقيقات في بعض موضوعات، والحمد لله رب العالمين انتهت جهه التحقيق هنا من يعني من ان هي نهت التحقيقات كلها، والحمد لله تم ارسالها تاني، وده نثق في الله سبحانه وتعالى انه هيثبت براءته عليه. هو عامه انا رايي يعني ان هو بما انه طلب بعض الاسئله واستكمال التحقيقات هو ده الانابه القضائيه. اي مكان هي؟ لا هي مكان. كده الانابه القضائيه. انا مصمم ان الانابه القضائيه لازم تطلب من السعوديه وتطلب من الجهات الرسميه مش من النائب العام. يا فندم النائب العام يعني الطلبات جت من النائب العام السعودي. بصي مشكورين طبعا جت كل الجهات اللي ساهمت وساعدت في ده طبعا. تمام. بس لما يطلب هم فعلوا اللي اتقال عليه في الاتفاقيه بتاعه 2014 بالزبط. ان النائب العام بالزبط. مسموح له انه يوجه او يخاطب بالزبط. النائب العام مباشره، والحمد لله رب العالمين ان عملت ده، ونامل في الله سبحانه وتعالى ان يثبت براءه علي، وده حصل وتم. كل الناس اللي واقفه ورا علي تفرح لانها وقفت صح. عايز اقول لحضرتك ده هيفرق كتير قوي. تم التحيات من جديد بشكل طيب. اوسع واشمل. عندنا بقى خبر تاني ان نيابه اسوان فتحت تحقيق مع ابراهيم محمد الامين محمد والشخص ده اللي ادعى انه ضابط الجيش اللي تمام. كان وحاول ان هو يمثل بعض الضغوط على ابتسام وكده ويبتزها. تمام. بس وطبعا مع احترامنا لكل مؤسسه الجيش العريقه، هو طبعا ما تسيبش الناس دي خالص. أوه. ومتحول في قضيه نصب للمحكمه، وباذن واحد ان شاء الله نعلن الحكم اللي خده على قد ما جه على ابتسام. احنا معانا ابتسام على الهوا. بس اهلا وسهلا استاذه ابتسام. استاذه ابتسام السلام عليكم. اهلا استاذ مستشار، ازي حضرتك؟ قضيتك ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا رب. الله طمنينا عليك عشان احنا عارفين ان انت تعبان. الحمد لله رب العالمين. سام وحشاني كتير والله. انا بيت كويسه. ازيك يا استاذه اسماء؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ وحشينا والله. الله يخليك. الف الف سلامه حبيبتي. ربنا يخليك. الف سلامه عليكي. ربنا يطمن عليكي. الله يخليكم يا رب. الله يبارك فيكي. طمنينا على موضوع علي يا ابتسام. والله هو انا يعني مش عايزه اقول مفيش جديد، ان انا طبعا برضو هرجع واقول لحضرتك خلاصه الكلام. ان انا طبعا يعني اكيد الموضوع بيبقى افضل بكتير من الاول بعد طبعا ما تفعلت الانابه القضائيه واتحركت الكيميائي. فالحمد لله رب العالمين، واتفتحت في نيابه مدينه نصر تحقيقات من تاني باوسع واشمل. الحمد لله الحمد لله. وفي اجراءات وفي تبادل معلومات واجراءات ما بين السعوديه ومصر. الحمد لله رب. فالحمد لله. بس انا طبعا يعني بامل طبعا من السفاره والقنصليه بتاعتنا والقنصل المصري اللي بجده، بقول يا فندم يا ريت بس يبقى في اهتمام اكتر طبعا، ويعني ويتابعوا الموضوع عشان يبقى في يعني سرعه في الاجراءات اكتر من كده. لان حضرتك عارف طبعا ان هو داخل دلوقتي في رابع سنه، وان الانسان اللي بيبقى في السجن ده بيبقى نفسيته طبعا يعني كل يوم بيمر عليه يعني ربنا يعينه يعني. فان شاء الله بقى امل خير. انا طبعا هيبقى الاطمئنان والفرحه كبيره لينا كلنا طبعا لما يرجع بالسلامه. هو ده اللي هي احنا طبعا ما ينفعش نبارك لك باي حال من الاحوال غير على سلامه علي ابو القاسم. تمام. ومش معنى اللي احنا قلناه ده ان الناس تهدف موضوع علي، لا خالص. اللي حصل ده بمجهودك ومجهود الناس اللي تواصلت ودعمت قضيه علي ابو القاسم على الهواء، ويمكن جزء من الدعم ده اللي جالي الوقت من الكنترول. انت طلبت قبل كده ابتسام ان انت تسافر السعوديه عشان تشوفي زوجك صح؟ ياه ده احنا تعبنا كتير. طيب في الموضوع. انت طالع عمره باذن الله خلال اسبوع 10 ايام، وهنطلب من السفاره هناك انها تدعمك وتقف معاكي، وان شاء الله تقابل علي وتطمنينا عليه. وده حد من الداعمين للبرنامج هو اللي اداكي ده هديه، وده اقل مما تستحقي. انت مثال للوفاء، لازم نحافظ عليه.
ويا رب باذن الله يكتبها لك وتعملي العمره وتدعي لعلي وبعد كده تشوفيه ان شاء الله باذن الله. شكرا خالص خالص، ربنا يخليك استاذ مستشار، شكرا جدا على ربنا يديك الصحه على المفاجاه الحلوه دي، ربنا يخليك يا رب. شكرا خالص، شكرا للاستاذ اسماء خالص اللي وقفت جنبي ودعمتني بجد وتعبت معايا. ربنا يديك الصحه وان شاء الله مبارك لك قريب باذن الله. انا معاكي معاكي دايما ان شاء الله. وقبل ما تنزلي من هناك تطمنينا على علي باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله يا ست، مش ربنا يخليكي يا رب، وتيجي بالف سلامه باذن الله ان شاء الله. معاكي في العمره بقى يا ابتسام، معاكي في العمره، هنعملها سوا ان شاء الله، نروح نطمن على علي. ربنا يطمنك عليه يا حبيبه قلبي. اتفضل اتفضل اتفضل. شاكرين جدا يا ساتر. على ايه انا مالي، ده حد من اللي داعمين للبرنامج مش انا خالص. لا لا بس اكيد حد انسب فضل لنفسي يعني. اكيد حد يعني، اكيد حد صديق حضرتك. انا عارفه ان انت حضرتك والله يعني سعيت للموضوع ده كتير. ربنا يبارك لك. اي حد في البلد دي لسه متربي لازم نوقف وراه ونساعده. ربنا يبارك لك بجد، لان احنا فعلا النقطه دي بالذات ما كانتش فعلا قادره تجيب تاشيره. على فكره ابتسام هتسافر من هنا للمطار ترجع لهنا في المطار، ربنا يبارك لك، هو متحمل كل التكاليف ومتحمل التأشيرة ومتحمل كل حاجة. حتى الراجل مشكورا يعني قال إذا أصممه على المرافق هيطلع معها مرافق إن شاء الله. لا ما أعتقدش، خلاص موضوع المرافق ده خلاص. إنما ماشي معنا أستاذة نورة. أهلا وسهلا فندم، اتفضلي أستاذة نورة. ماشي خط قطع. ماشي طيب على ابو القاسم، ايه رايك في اللي حصل في القضيه؟ طبعا يعني تطورات جميله جدا بصراحه، ما يعني حاجه كنا دايما كلنا بنحلم بيها، يعني ان كون ان السلطات السعوديه تبعت طلب انابه قضائيه. ياه ده احنا بقالنا يعني انا تقريبا شغاله على القضيه بقالي تقريبا سنتين تقريبا، ومعالي الوزيره ومعالي مساعد وزير الخارجيه السفير ياسر هاشم، وطبعا يعني النائب العام المصري ونقيب المهندسين سياده الوزير. طيب هاني راشد، استاذنك عشان استاذه نوره دخلت معانا تاني ناخدها وبعد كده نكمل. استاذه نوره اهلا وسهلا. استاذه نوره خط بيقطع معاها. طيب نرجع تاني، نرجع عشان تاني. فطبعا كلنا كنا بننادي بحاجه زي دي، وكل المصريين الشرفاء وكل المصريين في المملكه العربيه السعوديه اللي كانوا مساندين قضيه المهندس علي ابو القاسم، كل الناس كانت مستنيه الخبر ده. الحمد لله طبعا ان تم طلب الانابه القضائيه بشكل رسمي. طيب رجعت تاني قبل ما تقفل. طيب استاذه نور تمام. اهلا وسهلا استاذه نوره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المستشار اهلا وسهلا فندم. ازيك يا استاذه اسماء؟ اهلا وسهلا، اهلا بيكي. انت طبعا عارفه قضيه معمر القذافي يا استاذه اسماء، وانا برضو بحب ان انت تقوليها للسياده المستشار ان جوزي مظلوم في السجن في السعوديه محكوم عليه بالقصاص، وانا معيش ورق يثبت وبجري بقالي 3 سنين ومش لاقي ادله تساعدني، وانت عارفه ان هم حطوا ورقه قذافي مادة عليها ورقه بيضة، وهم كتبوا فيها ان هو معترف على نفسه، وبالدليل كل اللي يقرا صك الحكم يقولوا ان هو معترف على نفسه، هو مظلوم يا استاذه اسماء، انت عارفه الحكايه من اولها لاخرها، وانا مش حد واقف معايا، وعايزه الست المستشار بعد اذن حضرته لو تكرم يساعدني في قضيه معاملة. ده شرف ليا يا فندم، انت بتطلبي اقل من حقي. انا معاكي في مذكره في اي حاجه وتحت امركم، وهتابع مع استاذه اسماء وان شاء الله باذن الله نشوف ايه اللي ممكن يتعمل، وانا تحت امر حضرتك طبعا ده حقك. ارجوك انا تحت امرك يا فندم، ما تقوليش حد يا فندم، انت تؤمرينا، انت ما تطلبيش من حتى الطلب من حد، لا تحت امر استاذه اسماء. انا اقعد معاه بعد الحلقه وهنشوف الورق ايه، وجهز لاي مذكره لاي حاجه لاي وضع يتعمل هنا او هناك، انا تحت امركم طبعا. تلاقيش يا مدام نوره، مدام نوره ما تلاقيش، احنا معاكي ان شاء الله حبيبتي. انا محتاجه ان حد يساعدني يا اسماء، واحنا مجهزين معاي. احنا مجهزين مذكره للمستشار للمعمر سياده المستشار، كان كتب جزء منها وهيكمل معانا ان شاء الله. في طبعا احنا جبنا المحضر اللي حررناه معاكي في نبرو، في مركز شرطه نبرو، واحنا طبعا للاسف المحضر كان تم حفظه سياده المستشار. طب خلاص يعني بعد مش هطول عليكي، انا هشرح الموضوع واحنا مع بعض هنشوف اهم النقط في قضيه معمر، وان شاء الله باذن الله ما تقلقيش، وربنا يا رب يثبت براءته ويرجعه لكم بألف خير يا رب العالمين. تحت امر، تحت امر، اتفضلي يا فندم اتفضلي. قبل ما ننسى موضوع معمر القذافي، هي ده طبعا هو دوت سواء، انا عندي والله موضوع معمر، وكنت لسه اسالك ايه اخر تطورات في موضوع قضيه معمر. طبعا موضوعه يعني متلخبط شويه عشان في جزئيه حصلت كده، واتحكم عليه بالقصاص. اتحكم عليه بالقصاص من 3 سنين. 3 سنين
الحكم الثلاث سنين. وطبعا سلطات السعوديه ما لقتش اي اوراق جت من مصر فتايد الحكم. وطبعا يعني معمر في التحيات في السعوديه قال ان انا سواق وفي ناس وقال اسمائهم فلان وفلان وفلان بعتوا معايا شحنه بصل. طبعا تم الحكم عليه بالقصاص القتل تعزيريا عشان طبعا كانت كميه كبتاجون يعني كبيره جدا وهم طبعا ما لقوش اي اوراق او اي حاجه جت من مصر. طبعا احنا رحنا عملنا محضر في نيابه نابارو وكملنا شويه اجراءات فيه للاسف تم حفظه لعدم حدوث الواقعه على الاراضي المصريه وطلبوا مننا انابه قضائيه من السلطات السعوديه. طبعا زي ما حضرتك شايف زي قضيه على ابو القاسم وزي قضايا كتير بس للاسف موضوع معمر القذافي ما حدش بيدعمنا فيه وما حدش بيتابع فيه عشان كان في نقطه كده حصلت واللي حصل باختصار يعني هو كان سواق راح يودي شحنه بصل. البصل ده كان متعبي كل 3 كيلو في جوال كده ومتقفل بشكل مصنعي يعني يصعب ان في سواق يعمله متقفل بشكل مصنعي. فطبعا لما تم القبض عليه وشافوا اللي اكتشفوا كميه المخدرات دي فتحوا الاجوره المتخيطه لقوا فيها ورقه كان صحاب البصل دول او صحاب الحاجه دي مضوا معمر عليها ورقه بيضه وقالوا له امضي لانك انت واخد كميه بصل وشحنه كبيره فالمفروض ان احنا يعني ليهم فلوس وحاجات فهم مضوها. واول مره في حياته يسافر بره واول مره في حياته يسوق شحنه دولي يعني. فللاسف طبعا استغلوا دوت وكتبوا اقروا انا معمر القذافي كذا كذا ان انا متحمل وان الحاجات دي بتاعتي وان المخدرات دي والكلام ده كله. طبعا ده شيء غير منطقي. طب الناس دي اتاخد حد منهم هنا بيتحقق معاه؟ للاسف لا فيش. في حد طيب انا معايا احمد شهاب من لبنان هناخده ونرجع نكمل في قضيتك. تمام اتفضل. اهلا وسهلا استاذ احمد. اهلا وسهلا استاذ احمد اخبارك؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا استاذ احمد عامل ايه؟ الله في نعم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ازيك يا استاذ اسماعيل؟ ازيك يا استاذ احمد اهلا بيك اهلا وسهلا. عرفنا والله حضرتك. انا طبعا وعدني بمداخله من زمان وانا مستني بفارغ الصبر يعني احنا تحت امرك طبعا بس حقك علينا والله يا بتبقى ضغط بس مكالمات. تحت امرك يا استاذ احمد اتفضل. الله راسه زاد ما عرفت زمان والله يعني منورنا والله ربنا يخليك. احنا عايزين اقول لك ان اداره البرنامج عشان ضغط المكالمات اللي بتيجي للبرنامج ضعفت المده يعني كانت ساعه بقت ساعتين عشان نقدر ناخد كم يعني اللي نقدر عليه من المكالمات. اتفضل تحت امرك يا استاذ احمد اهلا بيك. بس حضرتك انا طبعا انت اكيد عارف ان انا اتكلم في ايه وكان نفسي يعني انا متابع الحلقه من شويه ونفسي تتكلموا في موضوعنا اللي هو موضوع الضمان الاجتماعي موضوع الكفيل يعني الحاجات اللي احنا بنتمنى ان تقفوا جنبنا فيها. بص يا احمد انا هستجيب لك وهقول لك كل اللي انت عايز تقوله وهنشب معاه بس انت برضو عليكوا دور خدوا بالكم. اي مكان بره مصر في سمسار بيضحك عليك بيضرك بيأذيك انتوا عليكوا مسؤوليه معايا عشان انا خلاص انا اتقال عليا دخلت قش الضبابير فما تسيبونيش لوحدي. حضرتك انا اكيد نزلت لك كومنت على البوست وقلت لك ان احنا في ظهرك اكيد صح حبيبي. انا اللي تحت امركم ومعاكم. احنا في ظهركم. انا اللي تحت امركم ومعاكم. طب قول لنا موضوع الضمان يا احمد عشان الناس مش عارفاه عشان برضو نحاول ان احنا نوصل للناس كم الضغوط اللي عليكم ماديا. وقرار وزير العمل يا استاذ احمد قرار وزير العمل اللبناني كان متضمن ايه يعني وايه اللي تم فيه؟ حضرتك وزير العمل اللبناني لما ينزل قرار ويقول لك طيب احنا لغينا الضمان ونروح لمكتب الضمان يقول لك لا الضمان ما اتلغاش واللي مش هيدفع مش هتجدد له اقامه يعني بمعنى الكلام الضمان الاجتماعي رفض تنفيذ قرار وزير العمل اللبناني بشان يعني الغاء الضمان على العامل المصري مصر. تمام طبعا القرار ده يعني طبقا للاتفاقيه المبرمه بين مصر واللبنان المعامله بالمثل. احنا ما عندناش اللبناني ما بيدفعش ضمان بالظبط فجه وزير العمل اصدر قرار بالغاء الضمان على العامل المصري. حصل. والمفترض اصلا ان الضمان ده بيدفعه الكفيل. طيب انا اسالك سؤال يا احمد هل ممكن يكون التوتر السياسي والقرار ده حمايه ليكوا في الوقت الحالي؟ لا ما فيش حضرتك احنا كمان يعني يا احمد احنا ايام الثوره كنا عايزين نمشي المصريين من مصر. حقيقي استاذ احمد احنا مأذيين كمان من الوضع في لبنان يعني احنا لما انا الكفيل بتاعي متصل عليا من حوالي 10 ايام بيقول لي انت ليه ما جبتش ال 1500 دولار اللي عليك؟ انا بدفع 1000 ونص يعني 1500 دولار. طب مش حرام الوضع اللي احنا فيه؟ طب معظم الناس في لبنان قاعده من غير شغل. تمام لما الكفيل يجبره ان يدفع 1100 اما
تدفع 1500 يا اما تسافر، يعني ما استمرار. انا ضد حاجه اسمها كفيل، وانا قلت لحضرتك احنا هنمشي يعني قريب، احنا كلنا بنحب الكفيل يا احمد. في حاجه اسمها اعطاك رقبه. فعلا فعلا احمد هد انت في لبنان. لا 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 هو فعلا ده حصل فعلا في برضه من ضمن القرارات. الحمد لله الحمد لله احمد مصمم ينزل عطار الثمانيه. الحمد لله على اولاد بلدي. احنا بنتمنى معاك يا احمد ان فعلا نظام الكفيل يتلغي من بس لبنان. خلال الاسبوع الجاي ده في عندنا مقابله انا والاستاذه اسماء مشكوره حددتها، هنعرض الموضوع ده وان شاء الله باذن الله وراهم لحد اما نحاول ان احنا ناخد نفس القرار القديم ونعمل له تفعيل مره جديده ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله معاكم لحد اما كل امنياتكم وطلباتكم تتحقق. بس كلامي كله اللي هو مش عايزين نخش في وسط توتر نطالب بحاجه مش لا بس مش قد انا هقول لحضرتك حاجه. في لبنان، في لبنان فعلا ده كان تصريح قاله برضه وزير العمل، صرح بان هو يعني بيرفض نظام الكفيل او ان هو يعني بيعتبر ان هو نوع من يعني العبوديه. ده تحديدا الجمله اللي قالها في التصريح. ولا بقى لا وزير العمل الحالي قال في التصريح هو عايز ده الوزير. طب اتفضل يا احمد. هذا حضرتك قبل ما الخط يقطع معلش. اتفضل حبيبي. اتفضل حضرتك. انا اقول لك نقطه صغيره. احنا كمصريين في لبنان بندفع $1000 سنويا ضمان في السنه. طب احنا مش مستفادين من الضمان، يعني معروف ان لبنان بيدفع ضمان لعايز خدمه بياخد الضمان ده او بيستفاد منه كعلاج او كخدمه اجتماعيه. تمام فعلا. احنا مش مستفادين منه. طب احنا لما بدفع $1000 ضمان، لان لما بتعب لما اعمل حادثه واروح المستشفى وتيجي المستشفى تطلب مني مثلا زي كان في جثه في المستشفى قريب طالبين منها $50,000 او $40,000. تمام. طب ده مش حرام؟ طيب. طب في كمان نقطه، احنا النهارده لما بندفع $1000 الضمان ما بيستفادش، الدوله ما بتستفادش. احنا بندفع $1000 دي للجيوب الخاصه اللي هي من تحت الطاوله. انت نازل امتى يا احمد؟ او من تحت الترابيزه. نازل امتى يا احمد؟ احنا جاي لك يا احمد، جاي لك يا احمد. بالوضع اللي احنا فيه قدامنا 10 سنين كمان. ربنا يعينك. انا معاك وهنكمل معاك باذن الله، وهنديك مساحتك كامله باذن الله يا احمد، وهنخش مع بعض تاني وهصور معاكم حلقه قريب جدا في لبنان عشان احنا عندنا اخبار كويسه جدا عن موضوع عطيه باذن الله ان شاء الله باذن الله. بس وشكرا يا احمد. معانا مين يا ياسر؟ معانا استاذ ابراهيم عبد الحميد من المحله. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم. معانا استاذ ابراهيم عبد الحميد من المحله. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذنك يا استاذ ابراهيم معلش وطي التلفزيون. الو. وطي التلفزيون شويه يا استاذ ابراهيم. الصوت واطي. تمام اتفضل مع حضرتك. اهلا. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا استاذ المستشار؟ استاذنك معلش وطي التلفزيون عشان اسمعك بس يا استاذ ابراهيم. الصوت. يلا معلش وطي التلفزيون. اتفضل استاذ ابراهيم. يا باشا السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سعاده المستشار. اهلا وسهلا. مش ابراهيم ده. ايوه ابراهيم عبد الحميد مش معاك. طيب اهلا وسهلا استاذ ابراهيم. ازيك مدام اسماء اخبارك؟ اهلا استاذ ابراهيم اهلا بيك اتفضل. انا احمد شهاب اتصل من شويه على موضوع اللي هي في لبنان ديت. لسه قافل معايا. بالنسبه للكفاله وللضمان. تمام. وكل شيء. الضمان برضه تعقيبا على كلامه هو فعلا احنا ما بنستفادش منه حاجه، وهو اتشال عامه ده دلوقتي على الجديد اتشال. اتشال فعلا؟ على الجديد لكن على القديم الجديد مستمر؟ القديم بيمشي باثر يعني بيمشي عادي مستمر. دي مذكره لازم تطلع على مجلس الوزراء واتكلموا فيها. سعاده المستشار عادل يوسف اتكلم فيها. دي مشكله. مستشار عادل يوسف؟ يعني مستشار عادل يوسف تقصد المستشار أيوة العمالي؟ ايوه تمام. المستشار العمالي اللي هو عامل ضجه جامده. بصراحه يعني حد من الناس المحترمين جدا في السفاره. خدت بالك نشيط جدا جدا ما شاء الله اتفضل. فده الضمان ده على جنب. نرجع بقى لنظام الكفاله والكفالات اللي هي مشكله كبيره دلوقتي. مشكله الكفاله البنكيه ديت اللي هي اساسا هي على الكفيل وبيفرضوها علينا ان احنا نحطها، وحتى احنا لو خدنا تنازل ما بيسمحولناش ان احنا ناخد الكفاله اللي بعد ما نغادر. فكلتا الحالات بيكون الكفاله راحت للكفيل. فعلا. يعني حتى التنازل اللي احنا خدناه ما بيفيدناش بشيء. طيب فعلا. اللي نعرفه يا استاذ ابراهيم ان 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 يعني بصراحه ده اللي احنا لمسناه كمان ان القنصليه في بيروت ناس اكتف جدا، ناس متعاونه جدا وبتشتغل شغل كويس قوي. شغاله.
بس طب ما قدموش طلبات على اساس ان هم يعدلوا الوضع او ننفذ النظام القانوني؟ لا هو فعلا مستشار العماني المشكله مش عادل يوسف اشتغل على النقطه دي كتير. المشكله ان الكفاله ديت تعتبر ركيزه اساسيه للدوله بيستفادوا فيها مبلغ مجمد البلد بتستفاد بيه. اه الكفيل هو بيجبر الشغيل ان هو يحط المبلغ ده. طيب احنا هنتابع الموضوع معاك يا استاذ ابراهيم، وطبعا حضرتك بتتواصل معانا، وان شاء الله باذن الله انا واستاذه اسماء نشوف حل ونشوف نخاطب مين على اساس ان احنا نحاول نفعل القانون. والف شكر لحضرتك. معانا استاذ سند من الطائف، اتفضل يا فندم. استاذ سند. ايوه السلام عليكم استشار احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك يا باشا؟ والله في نعمه الحمد لله. الاستاذه اسماء اخبارها؟ اهلا بحضرتك استاذ سند. الحمد لله كويس. السلام على حضرتك. لو سمحت يا استشار احمد، بالنسبه يا اخي عندنا مشكله، يمكن مشكله الاستاذ احمد عبد المنعم بخصوص الراجل صاحب الشركه اللي نايم في مصر والناس نايمه هنا ما لاقي تاكل ولا لاقي مستحقاتها. تمام. وثاني حاجه سعاده المستشار، في حكايه بصمه الحي مشكله، ما عارفين نتصرف، ما عارفين مسؤول نتواصل معاه. انت عندك المشكلتين يا استاذ سند؟ المشكله سعاده المستشار يمكن كلمتك انا من 3 ايام على الخاص، المشكله بتاعت البصمه، بتاعت البصمه الحج، وحكايه احمد عبد المنعم، حكايه الراجل اللي نايم في مصر. هو حضرتك معاهم برضو في نفس القصه يا باشا؟ يعني انت عندك مشكله معاهم وعندك مشكله بصمه الحج، ولا تقصد بصمه الحج لحد زمان؟ متدمر من جميع الجهات. لا حول ولا قوه الا بالله. صاحب الشركه نايم في مصر، نايم في بلدي، نايم في بلدي، وانا قاعد هنا مش عارف اروح بلد ولا عارف اخذ فلوسي، نايم في بلدي صاحب الشركه. والله استاذ سند طبعا احنا المره اللي فاتت طلبنا الناس تقول لنا نعمل ايه، وقلت له مبوس ايديكم قول لنا نتحرك ازاي. جميع الاجراءات مشينا فيه. انا عارف عايزينه من الحكومه المصريه، كيف صاحب راجل سعودي زي كده وكلني ونايم في بلدي وانا مش عارف اروح بلدي؟ طيب انا عايزه اقول لك حاجه، انا يعني بعت مذكره لمعالي الوزيره وان شاء الله حددت لنا ميعاد وهنقابلها ان شاء الله. الناس دي بقى لها سنتين وعلى راس الموضوعات، الناس دي اقسم بالله العظيم ثلاثه ان انا عرضت على حد فيهم بدون ذكر اسامي، قلت له ابعت لك فلوس، اقسم بالله ما عارف يعالج عياله. اي حق مصري بره مصر اقسم بالله ما هنسيبه، ولو اتحبسنا ما هنسيبه. يا جدعان حرام مش لاقين ياكلوا عيالهم. استاذ اسماء عندك موضوع بليغ. بنتابع العريضه بتاعتك. بعتذر انا اسف طبعا. عريضة النائب العام بشأن الموضوع بتاع يعني اللي بيكلم حضرتك فيه دلوقتي، احنا بنتابع العريضة مع مكتب النائب العام ولسه منتظرين يعني اخر التطورات في الموضوع. اما بالنسبة للمذكرة بشأن كل الموضوعات دي في ميعاد ان شاء الله الاثنين مع اعتقد ان كده معمر لازم نقدم له مذكرة بسرعة عشان فترة الحكم. معمر في عنده مشكلة. طيب كبيرة جدا. احنا معانا تليفون. اتفضل. استاذ محمد احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيادة المستشار؟ أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير عليك وعلى الناس اللي معاك. أهلا وسهلا. والله يا سيادتك عندنا المشكلة بتاع بصمة الحج ده واتكلمنا فيها كتير ومحدش. طيب أنا بصمة الحج أستأذنك عشان ما أطولش عليك ونقعد نتكلم فيها، محضرين فيها بعض حاجات مع أستاذة أسماء هتقول لنا على الإجراءات وهتمشي إزاي، وأعتقد إن هي جالها رد كويس جدا من المكتب المتعاون معاها في السعودية. واحنا كنا اجلنا الكلام فيها لان حصل من احد اصدقائنا اللي بيشتغلوا طبعا في المجال وبيخافوا على المصريين جدا، ان هو خوفنا ان حد يستغلكوا او ياخد منكوا فلوس وما يعملش حاجه او ما نعرفش ننفذ. هي تقريبا خدت رد اكيد مثبت بكل اللي هي هتقوله في الفقره بتاعت بصمه الحج. والف شكر استاذ محمد، وهنتابع مع حضرتك يعني تابعنا هتلاقي الفقره دي كامله عن موضوع بصمه الحج لان الموضوع عندك انت. تمام. طبعا طالما افتكرنا الصديق الجميل لينا لازم اشكر استاذ علي عويس على اللي عمله النهارده. استاذ علي عويس كان في حد مصري كان موجود في السعوديه زياره لاسرته وتوفى، واستاذ علي عويس بصراحه يعني الراجل ده الله يجزاه خير
انا ليا انت عارفه التصرفات، والراجل ده عمري ما طلبت منه حاجه واتاخر بصراحه. جزاه الله خير. بس جهز على طول سياره الاسعاف وطلب حد يتواصل معاه وزل كل العقبات، والحمد لله رب العالمين. الناس كلموني وربنا يجزاك خير يا استاذ علي وكتر من امثالك يا رب العالمين. شكرا كتير، ربنا يجازيك خير يا استاذ علي. هنرجع تاني بسرعه. تمام. احنا كده خلصنا موضوع بصمه الحج الاول قبل ما ننسى. لا على ابو القاسم. على ابو القاسم. طيب معانا استاذ عدل من الفيوم. نعم استاذ علي. ايوه مع حضرتك. اتفضل يا فندم. هو هيقول أيوة اسمه اسر. خلاص الله وبركاته. عليكم السلام. لو كده اتفضل استاذ عدلي. ماشي يا باشا ماشي. انا عندي ابن اخويا في الامارات. وبعدين هو له دلوقتي دخل على سنتين. تمام. ما بعت لناش ولا جنيه، وبقول الكفيل من عندنا من مصر، الكفيل بتاعه. مصري. ما عطاهش ولا جنيه، لغاية النهارده ما عطاهش ولا جنيه. تمام. كل ما يكلمنا بيقول لك لسه احنا ما خدناش المستخلصات ومش والكلام ده. طيب مشكلته ان هو ما بياخدش راتب ولا مش شغال ولا مش عارفين توصلوا له. ماشي من هنا على شركة معمار. طيب اتواصل معايا طبعا مع عدلي وسيب لي البيانات، ونتواصل هناك مع حد من مكاتب اللي تبعنا ونعرف الوضع ايه، وان شاء الله نطمنك باذن الله. واحنا نتواصل لو في اي اجراء قانون الناس ما تتاخرش خالص هناك. يعني هو معلش بس سؤال، هو بيشتغل مع الكفيل بتاعه مصري ويشتغل معاه وما بياخدش راتب ولا ايه الوضع بالظبط؟ لا هو كده عم عدل قفل. هو طبعا بيبقى طالع على شركات، طبعا الامارات فيها شركات استثمار يعني كتير جدا لمصريين عايشين هناك وفاتحين استثمارات. بالظبط. فاكيد عنده مشكله في الرواتب، بيقول ما قبضش مرتب. فناخد بس ناخد تفاصيل سنة كامله من على تمام الموقع ومن على الصفحه. تمام. وان شاء الله باذن الله نعرف نوصل له باذن الله ان شاء الله. طيب احنا طبعا بسرعه جدا شايفه المواضيع بتاعت عم بليغ راح فين؟ لا يعني في الحمد لله رب العالمين، يعني نقدر نقول ان شاء الله باذن الله قريب قوي هيبقى في مصر ان شاء الله. موضوع عم بليغ الحمد لله رب العالمين حسن حظه ان طبعا ودي حاجه يعني يعتبر فريده من نوعها، قضيه عم بليغ. احنا لما عملنا بلاغتنا وقدمنا عرائض للنائب العام وبلغنا مكافحه المخدرات وتقابض على المتهمين، اعترفوا بكل شيء ان هم اللي حاطين الحاجه دي، وان الراجل ده حسن النيه وبشهاده الشهود والاعترافات والكلام ده كله. كانت القضيه سبحان الله يعني طبعا اتحلت بشكل سريع جدا بمجرد ما قدمت عرضي للنائب العام. النيابه العامه في اكتوبر احالتها لمحكمه الجنايات. محكمه الجنايات يعني المفترض ان شاء الله بكره محاكمته تقريبا السوريين اللي هنا. احنا طبعا قدمنا طلب لرئيس المحكمه ان احنا ناخد صوره رسميه من التحقيقات كامله وكل ما يفيد القضيه في السعوديه. خدنا التحقيقات وان شاء الله باذن الله يعني هنقدر في اقرب وقت نخلص تصديقاتها وتوثيقها عشان نبعتها بشكل مباشر. ده مبدئيا احنا بالنسبه لنا، لان طبعا احنا كنا يعني عم بليغ احنا كنا بلغناه يطلب من القاضي رئيس المحكمه يعين له محامي، وده حصل فعلا. فان شاء الله باذن الله في اقرب وقت هنبعت الاوراق كلها للمحامي، والمحامي هيشتغل على القضيه. طبعا التحقيقات كلها فيها كل ما يفيد براءة عم بليغ بالمستندات وبالأدلة وبرسائل واتساب واسم المستلم في السعودية. كويس. انت شايفة ان كل تقريبا المشاكل اللي احنا اتكلمنا فيها عملية شحن او نقل او حاجات، يا اما سائق واخد سيارة عشان شحنة يوصلها، يا اما حد مبعوت له شحنة زي علي يستلمها، وللأسف بيحصل ده حقيقي. بس ايه اللغز ده؟ يعني مين منظم دي؟ مين المسؤول عن ده؟ بعيدا بقى عن ان انا مسكت متهم او في متهم بديل او حد اداله او حد، ما بتكلمش في ده. بس ليه مشاكلنا تقريبا اللي وصلت لنا احنا، واعتقد ان عشان توصل لنا ففي اكتر منها بكتير ما وصلش. اكيد طبعا. بس طب ايه المفقود في ايه حلقه الفقد هنا؟ يعني ليه الشحنات دي هل بتطلع؟ يعني حضرتك متخيله ان مصر ما بتفتش الشحنه؟ استحاله طبعا. انا ده طب الحاجه دي بتتبدل هناك؟ طب فين مجرد ما بيوصل يعني الجريمه بتبقى فين؟ حضرتك اشتغلت واعتقد ان انت وصلت البراءات قبل كده في مواضيع زي كده، انا اعرفها بس بعد الفاصل. اتفضل. اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. معانا استاذ اسمه الصياد. استاذ معلش احنا متحملين عليك النهارده. لا تحت امركم على مين. عندك موضوع كنا عايزين نسالك فيه. موضوع بصمه الحج. موضوع بصمه الحج طبعا احنا اتواصلنا مع مكتب مؤسسه محاماه معروفه في الرياض، واتناقشنا معاهم في النقطه دي، وبعتنا لهم ايميل رسمي من المؤسسه عندي. طبعا هم يعني في بعض الامور او بعض يعني القضايا اللي مش هينفع يتم الطعن عليها. حضرتك كنت قلت لي ان كل موقف هيتاخد على حده بالظبط، بس يعني هيدرسوا كل موقف على حده ويقولوا بالزبط او لا. لكن بشكل عام الناس اللي بصمت حج في مكه دول، انا بس حابب اوضح حاجه مش هينفع خالص في اي طعن. لما اما بيتاخد الشغل القانوني ما حدش ليه يطلب من حضرتك ان انا هرفع لك بطريقه كده باي طريقه تانية الا القانون بس، بمعنى ان موقفك هيتدرس تمام. قالوا لك الناس هنقدر ننفذ بالزبط. خلاص اوكي، بتعمل توكيل وبتمشي اجراءاتك كلها الرسميه بالزبط. تمام. قالوا لك لا، بعد اذن حضرتك ما تطلبش باي طريقه تانية من حد انه يعمل لك حاجه، لا من عندنا ولا من عند غيرنا، لان احنا عمرنا ما هنقبل ده ولا هنقبل ان حضرتك يضحك عليك. احنا معانا استاذ احمد من العياط. اهلا وسهلا استاذ احمد. اهلا يا باشا، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله ربنا يخليك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا عم احمد. المشكله اعرف المشكله يعني؟ يا فندم. المشكله يا استاذ دلوقتي احنا كان لنا حوالات، واحنا شغالين في العراق، وبعدين الحوالات دي كانت حوالات الورق اللي هي الورقه الصفراء. صرف ايام عصام رئيس الوزراء كان عصام شرف، صرف لنا حوالات بتاع 89. فضل معانا 90 91 لحد دلوقتي ما اتكلموش فيها، بس نزلت في جريده الشروق في الصفحه فعلا الاولى فعلا يوم 5/2 ان اتفقت الحكومه العراقيه مع الحكومه المصريه بياخدوا بترول ويحولوا لنا الحوالات نفط الصفراء نفط مقابل الحوالات. وعملت تلغراف لرئيس الوزراء تمام، وعملت تلغراف لرئيس الجمهوريه، وعملت يعني عملت اللي مستحيل، وهو الموضوع كله في ايد رئيس الوزراء، لان وزير القوى العامله بيقول لك انا ما اعرفش حاجه، مش من صلاحيتي، صلاحيه رئيس الوزراء هو اللي زي ما عصام شرف رئيس الوزراء صرف له في 89 حوالات 89، هو اللي يصرف له حوالات 90 91. وطبعا الراجل عندي 66 سنه. ربنا يديك الصحه يا عم احمد. ربنا يخليك. طيب استاذنك يا عم احمد تسيب الرقم في الكنترول. بص يا عم احمد هنتواصل معاك نشوف الورق كله. هو مبدئيا طبعا القرار ده نزل من 2015. بس اقفل مع عم احمد عشان عنده مكالمات كتير جدا. شكرا طيب. عم احمد هناخد الرقم في الكنترول بتاع عم احمد عشان نتواصل معاه. انا بس معانا استاذه دعاء من العاشر. اهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه اسماء؟ اهلا اهلا. ازيك يا مدام دعاء؟ مدام دعاء فرج. ازيك دعاء؟ عيد يا فندم. عيد فرج. ازيك يا استاذه اسماء؟ حافظه اسمي. ازيك عامله ايه؟ عامله ايه مدام دعاء؟ الحمد لله على سلامتك اولا من السفريه. ربنا يخليك يا حبيبتي. الله يسلمك. الله يخليك. الله يخليك ويبارك فيك يا استاذه اسماء. الله يخليك. والله يعني انا اهنيكي والله على والله شغلك دوت وحياه ربنا. والله يا استاذه اسماء وربنا يعينك يا رب. ربنا يخليك يا مدام دعاء. ربنا يخليك تحت امرك. الله يخليك. وطبعا عشمنا في وجه الله كبير، ثم حضرتك يعني ربنا اولا، ثم حضرتك، ثم الاستاذ احمد برضو ان شاء الله برضو يعني يساعدني برضو في قضيه جوزي بامر الله. كلنا تحت امر حضرتك طبعا يا فندم. الامر الامر الله وحده. والله يا فندم الامر الله وحده. انا كان جوزي اتحكم عليه بخمس سنين، ولما عمل معارضه في الحكم، والحكم طبعا زاد ل 20 سنه علشان خاطر ما فيش اوراق جديده ظهرت بالزبط. تمام بالظبط. فانا دلوقتي طبعا انا ان شاء الله باذنك انت يا رب واسال حتى الاستاذه اسماء معانا دلوقتي اوراق جديده من يعني ان شاء الله هتفيد القضيه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله طبعا تمام. اكيد باذنك انت يا رب. تحت امرك يا استاذتنا. وحضرتك تأمرينا واحنا ما بنعملش معاك غير واجبنا. مدام دعاء انا عايزه اقول لك حاجه، وبعد الحلقه على طول باذن الله هقعد مع استاذه اسماء وهاخد الورق ونعمل مذكره كويسه. بس هو الفرق ان في دول ليها قوانين مختلفه عن مصر. لا هي يعني في مصر مثلا في قاعده لا يضر الطاعن بطعنه ده اكيد، اما في اعاده الاجراءات بس في السعوديه لا يعني اعمل لا. وحتى هنا في اعاده الاجراءات هو بيعتبر الاستئناف على الحكم في السعوديه اعاده اجراء بالظبط، بس فعشان كده الحكم زاد. لكن طبعا تحت امرك بنستلم كل الاوراق.
الامر لوحده. وبنحاول نشوف ايه الاجراء اللي نقدر نعمله، نقدم التماس اعاده نظر وان شاء الله باذن الله يتقبل باذن الله. انا عايزه بس اقول لها يعني باختصار، هو في كان في غلطه طبعا في الاجراءات هناك، وطبعا دي اللي خلته الحكم زاد عليه. هو كان واخد 5 سنين وفي الاستئناف النيابه العامه عملت اعتراض وخد 20 سنة. طبعا الحاجات دي احنا يعني ظبطنا الحاجات دي كلها في التحقيقات المصريه، احنا عملنا محضر. وبالمناسبه في حاجه مهمه جدا عايزه اقولها، ان نفس يا سياده المستشار، الناس اللي بعتوا عم بليغ السواق هم اللي بعتوا خالد، لا حول ولا قوه الا بالله. نفس التشكيل العصابي هو بعت كذا سواق، وللاسف كذا سواق محكوم عليه اللي بالاعدام واللي ب20 سنه ولسه في قيد التحيات زي عم بليغ، كلهم نفس الاشخاص. نفس الاشخاص دول كانوا مقيمين في 6 اكتوبر ومعاهم ناس يعني هم سوريين. التشكيل لما اتقبض عليه طبعا اعترفوا واتكلموا عن قضيه عم بليغ، ولكن بشكل عام ومجمل قالوا احنا بنقوم يعني بتهريب الحبوب المخدره للمملكه العربيه السعوديه عن طريق سائقين، وحددوا وقالوا ان السائقين حسن النيه، وده طبعا اللي استندنا اليه في التحقيقات اللي احنا او الاتهامات او المحضر اللي احنا عملناه ضدهم في قضيه عم خالد. وان شاء الله باذن الله حبيبتي يتم انهاء التحقيقات فيها قريب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طبعا انا عايزه الف شكر طبعا لحضرتك، احنا بنثق في القضاء المصري، القضاء المصري بكل مسمياته، عشان امبارح اسلك صدورنا جميعا بحكم الاعدام على هذا الخاين اللي باذن الله ان شاء الله وهتكون سابقه في التاريخ ان احنا نشوف هو بيتعدم، عشان ده قتل كتير من شبابنا. وطبعا حرام الواحد يقول اسمه اصلا قدام الشاشات يعني، او يجي سيرت يعني نزفر لساننا بسيرته، لكن طبعا بنثق في القضاء ان اي حد ضر المصريين او جه على حقوقهم او كلهم او حبسهم او تسبب في اعدامهم ان شاء الله نثق في القضاء المصري انه يرد الحقوق دي باذن الله ان شاء الله. انا بالمناسبه دي طبعا بوجه الشكر جدا 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 للنيابه العامه ونيابه 6 اكتوبر. نيابه 6 اكتوبر دول ناس يعني عايزه اقول لحضرتك اشتغلوا كويس جدا على القضيه، سواء القضيه بتاعت عم بليغ او المحضر اللي احنا عملناه وحررناه ضد المتهمين بتوع برضو نفس المتهمين. نيابه 6 اكتوبر المحامي العام نيابه 6 اكتوبر وكل شغلك كده يا استاذه مع عصابات بتهرب ناس بتاع، الله يستر عليك ان شاء الله. ربنا يسترها. طيب ان شاء الله بقى مكتبش. احنا من الحلقه الجايه انا معاك كل واحد طبعا انت اضافه قويه جدا للبرنامج ده بجد يعني، وحد وشغلك المستشار القانوني محترم جدا. المستشار احمد بدا ويخاف بس انا طبعا متطوع في كل ده صح يعني. انا استاذ رشا من الشرقيه، اهلا وسهلا فندم. قويه يعني. اهلا بيك يا استاذ احمد. اتفضلي يا فندم. ايوه حضرتك، احنا كنا عملنا مداخله الاسبوع اللي فات عن احمد علي. احمد علي لمحاسبة السعوديه المختفي من سنتين. حضرتك عملت مداخله معانا؟ اخويا الثاني، انا اخته. اهلا وسهلا فندم. اهلا بيك حضرتك. احنا دلوقتي مش عارفين احمد اخويا فين بالظبط. يعني مش عارفين هو محتجز في انهي جهه. احنا بقالنا سنتين وما نعرفش هو موجود في انهي مكان. ما تردش على حضرتك من اي مؤسسه مصريه او وزاره مصريه بنوع قضيه معينه متوجهه له؟ السفاره ادتنا افاده ان هو محتجز لدى السلطات السعوديه بس بتهمه الكلام دوت حضرتك من سنتين فاتوا. فطبعا رحنا السفاره في القاهره ورحنا الهجره برضو، رحنا وزاره الهجره تمام، وبس يعني ما حدش فادنا هو محتجز في ايه. اعتقد اللي كان متابع الموضوع ده محمود المره اللي فاتت صح؟ متشكل. استاذ محمود. طيب انا استاذن حضرتك بس تسيبي لنا رقم تليفون في الكنترول، هكلمك بعد الحلقه ونحاول نوصل بس النوع يعني التهمه الموجهه له ان هي تهمه تتعلق بحقوق خاصه او حق عام طبيعي، هنتدخل وهنشوف الوضع ايه. اي تهمه ثانيه لا قدر الله انه بينتمي لجماعه او فئه او كده برضه بنبلغ حضرتك عشان تبقي عارفه بس. وفي الحاله دي احنا للاسف ما بنقدرش نتدخل، لان احنا في الاول وفي الاخر في ثوابت احنا محددينها. ان شاء الله باذن الله يكون موضوع خاص بحق عام او حق خاص من الحاجات الطبيعيه اللي احنا بنقدر نتدخل فيها ونعمل دعم، وشركائنا هناك في السعوديه بيقفوا معانا وبيساعدونا بصراحه بس. وان شاء الله باذن الله باخد رقم حضرتك واستاذ اسماء بتواصل معاكي، وان شاء الله باذن الله يا رب يطمنكم عليه ويكون موضوعه سهل باذن الله يا رب ان شاء الله. ماشي. طيب نرجع تاني بسرعه. بصمه الحج
بس بصمة الحج طبعا لازم يكون هو متأكد وعارف ان هو لما بصم ما بصمش في مكة ولا في اثناء الحج ولا يكون هو لابس ملابس الحج الإحرام. فطبعا لو هو متأكد من ده وعنده ما يفيد ده نقدر نعمل له نرفع الدعوة هناك ويعملوا التظلم والكلام ده. لكن غير كده اي حد خد استبعاد عشان الحج وهو فعلا كان حج خلاص ده مش هينفع يعمل اي طعن خالص في الموضوع ده. ده قرار ملكي بالظبط، مفيش اي اجراء فيها يتم. يعني اللي تواصل مع حضرتك، بنتكلم عن الناس المظلومه يعني، تاني اللي تواصل مع حضرتك يكون تاخد بصم خارج مكه صح، واثناء ويكون بدون لبس الاحرام بالظبط، ويكون قبل المشاعر بالظبط صح بالظبط، وما يكونش ليه صوره انه بعديها لبس الاحرام ودخل حج جوه مكه صح كده. فهمت صح بالظبط كده. اعتقد كده بقى الرد على الاسئله كلها، وكل حلقه تدرس واستاذه اسماء بتم رفع دعوه بأمانتها ترد عليك وتقول دعوه اجراءاتها ايه وده هيمشي ازاي، وان شاء الله باذن الله يا رب يكون خير يعني، ونكون احنا السبب فيه ان شاء الله باذن الله. طيب استاذه بسرعه، احنا عندنا موضوع برضو كده حاجه تخض يعني، حاجه من اللي عامله لنا شخصيا ازعاج يعني. اتقال احمد بدا ودخل عش الضبابي، والله ما بخاف بس صفحة تتهكر، الصفحة تشال منها، الصفحة تحط فيها، كل ده مش فارق. لكن احنا في حد بيتاجر باغلى ما عندنا. في حد لما سألت زمان انت بتعمل ده ليه، قلت عشان ادم ما يضطرش يسافر، ربنا يخليه. في حد بيتاجر بآدم وكل اللي شبه آدم، بيتاجر بأحلام الشباب بأولادنا، بياخدهم يرميهم في أماكن وهو عارف واثق 100% إن يعني أفضل حاجة هتحصل له إنه يتحبس، ده أفضل حاجة بالظبط. بس يعني مينيمم هو ميت، هو استلم وخد منه يعني كل الفلوس اللي محوشها أو فلوس أهله بالظبط، عشان في الآخر يموت، وكأنه قتل مع سبق الإصرار والترصد بالظبط. فعشان كده والله لا هنترصد بيكو فين ما كنتوا، فين ما كنتوا، وإن شاء الله بإذن الله رجالة الجالية كلها رجالة، وهتقول لنا مين بيتفق معاه يصفرها، ومين بياخد عليها فلوس، ومين بيوديها، ومين بيجيبها، والمراكب دي بتطلع فين وتابع مين، ومين اللي مغطيها. ما بنخافش، هنعرف وهنجيبهم. انت عندك كنا خدنا قضية بتاع السبع شباب صح؟ السبع شباب المفقودين، مش سبعه ولا تعداد زاد بصراحه، لا احنا استلمناها على انها سبعه، كانوا سبعه النهارده يعني للاسف وصلنا ل 11 12 حد يعني بالظبط كده. بس ايه الموضوع ده؟ يعني الموضوع هم طبعا شباب، في منهم اللي كان شغال فعلا في لبنان، وفي منهم اللي كان في مصر، وفي منهم اللي كان في تركيا، واتعرض عليهم ان هم يسافروا اوروبا، وفي طبعا ناس كانت المفروض ان هي جايه من سوريا. معانا صور على الشاشه، معانا صور للشباب السبعة. بص الشباب دي، وعايزك تقولي لي يعني الشباب دي سنها كام؟ تقريبا 17 سنة شاب. يعني في ناس كبيرة وفي ناس صغيرة وفي ناس يعني للأسف الشديد شباب متغيبين بقالهم دلوقتي سيادة المستشار من 2012 ومن 2011، في منهم 2011 وفي منهم 2012 إلى يعني الآن، يعني بنتكلم في 7-8 سنين. الى الان مش معروفه هي عايشه ولا ميته ولا وضعها ايه صح. يعني كان تقريبا هم يعني المفروض ان كان في تواصل مع الصليب الاحمر ورد على اهليهم وقال لهم ان احنا عالجناهم. كان في منهم مصاب اثناء وهم بيعدوا الحدود. الناس اتمسكت فين؟ على الحدود، كانوا بيعدوا الحدود اللبنانيه السوريه، يعني مش الحدود المصريه، يعني من سوريا رايحين لبنان، يعني هم من لبنان داخلين سوريا عشان من هنا أوروبا. على سوريا، ومن سوريا بيدخلهم بلد تانية، وبعد كده يخرجوا من لبنان. هم بقى ضربوا عليهم نار على حد ما فهمنا من الصليب الاحمر، والصليب الاحمر عالجهم. في منهم كان مصاب اصابات بالغه وتمت يعني علاجه، وبعدين الصليب الاحمر قال احنا سلمناهم من الامن العام. من بعدها ما نعرفش هم فين بالظبط. طيب ده بعض الناس، في بعض الناس قبض عليها برضو في حدود لبنان سوريا، وراحوا للجوازات والهجره السوريه، وبعدين من الجوازات والهجره السوريه ترحلوا للسجن اسمه فرع فلسطين. سجن اسمه فرع فلسطين، وهم يقال ان هم مسجونين في السجن ده برضو، لسه ما فيش اي معلومه اكيده. لا ما احنا امبارح ابتدينا نمشي عشان نجيب معلومه اكيده، الناس دي بالزبط. موجوده او مش موجوده بالظبط. امبارح طبعا احنا بنوجه الشكر لاخويا وصديقي فهد الرداوي
لان فهد احنا تقريبا احنا عرفنا الموضوع تقريبا الساعه 5 صح بالظبط. الساعه 7 كان فهد بيتواصل معانا وحد من قرايبه حامي مستشار كبير جدا. تمام. بس واللي اتفاجئت بيه بصراحه ان قلت لفهد يعني شوف لنا حد، لان فهد شخصيه جميله جدا ووالده كان وزير في مصر زمان ايام الدوله الواحده يعني، واحنا هنفضل طول عمرنا دوله واحده لان سوريا الجيش الاول هناك، عندنا الجيش الثاني والجيش الثالث، بس فهنفضل طول عمرنا شعب واحد ونسيج واحد احنا والسوريين. حتى لو غلط سوري، في سوريين كتير جدا كويسين، بس في حاجه غلط يعني ممكن يكونوا هم اعتقدوا ان هم ايه وازاي ما تعرفش. احنا محتاجين نعرف معلومات. احنا قلنا اي حد بره مصر تمام بيعمل اي حاجه بعيد عن هدف الدوله دي ومؤسساتها احنا مش معاه. اكيد طبعا. يعني ولكن احنا مع احترامي طبعا للاسر والشباب اللي زي الورد، ولكن لا قدر الله اترد على حضرتك ان حد فيهم بينتمي لجماعه كاف او سين او لا زفت. لا 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 يا فندم، احنا بره الموضوع ده خالص. لا لا، دول شباب بتلعب بيهم ان هم رايحين هجره غير شرعيه، هوديكم المانيا او هوديكم ايطاليا، والسلطات السوريه على حد ما عرفنا، واحنا لسه المعلومات دي مش اكيده طبعا، احنا لسه هنعرف يعني، قبض عليهم وودوهم للجوازات والهجره وبعدين اتسجنوا، مش عارفين يعني هم لو هم معتقلين ولا هم مسجونين، عليهم احكام، عليهم ايه، هم عملوا ايه. يعني احنا المتعارف عليه والمعروف ان لما يكون في حد رايح مسافر اي دوله مثلا في اوروبا، راح اليونان، راح المانيا، راح ايطاليا، بيتحبس فتره وبيتحقق معاه وبعدين بترحل على بلده، صح ولا مش صح؟ بالظبط. طب إيه الا اذا في مخالفه، الا اذا في مخالفه. ايه المخالفه؟ ايه المخالفه؟ لاي قانون؟ ما احنا لسه احنا بنتكلم في علم الفلك. المخالفه اللي عملوها ان هم بيعدوا الحدود بدون تصريح، ده برضو سبع ثمان سنين محدش يعرف عنهم حاجه. يعني اللي بلغ حضرتك بمين؟ الناس اللي مش لاقيه اولادها بقى لهم سبع ثمان سنين. الاسر بتاعتهم بس. فمعلومات غير مؤكده، مين اللي هياكدها؟ هقول لحضرتك حاجه، هم بقى لهم سبع ثمان سنين بيتابعوا مع مؤسسه الدوله، منهم رئاسه الوزراء ومجلس النواب ووزاره الخارجيه ووزاره الهجره، وبيتابعوا لغايه لحد لحظتنا الى الان مفيش اي معلومات جت عن الولاد دول. هل هم مسجونين؟ هل هم معتقلين؟ هل هم يعني في سجون سياسيه؟ هل هم يعني توفاهم الله؟ هل هم في مستشفى؟ ما احنا عايزين نعرف الناس دي فين. ان شاء الله دلوقتي يعني تقريبا 10 شباب. شكر تاني، عايزين نعرف برضه فهد الرداوي، لان فهد الرداوي بعد المكالمه بتاعت حضرتك بنص ساعه اتصل عليا قال لي في حد هيكلمك دلوقتي. تمام. كلمني فعلا حد شخصيه محترمه جدا من اساتذه القانون في دمشق، اسمه مع المستشار سحبان عبد الرحمن. بس اللي المفروض ان بيتعمل له وكاله دلوقتي على اساس ان هم يقوم بالاجراءات القانونيه هناك. تمام. اللي تجيب لنا افاده رسميه. بالظبط ده اللي احنا عايزينه نعرف. ده اعتقد ان هو ما كانش ينفع مؤسسه من مؤسسات الدوله انها تعمله. لا ده شغل اهليهم، لانها عارفه كويس جدا الوضع طبعا في سوريا ايه. بالظبط. بس وخلال الفتره اللي هم مختفيين فيها لو قبل او الامور كويسه ما كانش بقى في مشكله خالص، كانت رد على مؤسسات الدوله عادي. فهيقوم بيها اجراءات قانونيه، محامي محترم سوري مع حضرتك، وبتتشكل تمام. هيئه تمام. وان شاء الله باذن الله نسمع عنهم خبر كويس جدا. احنا كمان متبنيين الجانب المصري هنا مع المتابعه مع السلطات المصريه، وهنقدم ان شاء الله يعني مذكره او عريضه للمعالي النائب العام للنظر فيها واتخاذ اللازم قريبا يعني، سواء بقى من قبل بس استاذن حضرتك يعني رجاء رجاء يعني اتفضل. بس كل حاجه تتعرف عن السمسار اللي تاجر بالناس دي احنا خدنا اسمه طبعا، وهيتم الابلاغ عنه في العريضه طبعا بشكل رسمي. استاذه تخبى عليا سيادتك. لا خدنا اسمه. طيب خدنا اسمه بعد الحلقه ووعد ان شاء الله باذن الله. احنا منتظرين مداخله من هنكمل بعد من الفاصل زاويهم. احنا منتظرين فاصل مداخلة. فاصل في مفاجاه حلوه جدا. معانا ضيف جميل انتم مستنيين وانا مستنيه، هتكلم عن اللي احنا قفلناه في الاول، وفاصل ونرجع لكم على طول. اتفضل. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد فاصل صغير. معايا حبيبنا وكلنا انا وانتو احمد كيم. حبيبي يا استاذ المستشار، اتشرفت بحضرتك جدا والله، وببقى سعيد جدا وانا مع حضرتك والله. احمد طبعا شاعر هادف، هو قال كده والله مش انا، مش هايف بس ومش هايف، دي نحط تحتها 30 خط.
عشان احنا رحنا في منطقه صعبه قوي قوي قوي. بس مشاكلنا بره مهمه جدا، بس ما اقدرش افصل بره عن جوه. الحاجه الغريبه اللي ملاحظينها احنا الفتره اللي فاتت دي، ان الشتيمه والسباب اصبح عادي، اصبح بنتعامل مع بعض من منطلق وحش قوي. صح، وحش قوي بجد. صحيح، يعني اتفرجنا تقريبا زمان على 3 4 ثواني من استاذ حسن يوسف لما كان طالع بيقول يا ام نيازي، يقول لنيازي وبتاع، والله العظيم ما بهزر. اصبح ده هو السائد، يعني اصبح هو ال 30 ثانيه ال 40 ثانيه دول هم تصرفاتنا. فبتبص تلاقي النهارده جاليه واحده بيشتموا بعض، بيتهموا بعض، جاليه واحده مفتته لدرجه ان اي حد مسموح له يطلع يشتم اي حد. بقى عندنا تخوف ان حتى لو مش بتعمل غلط انت هيتقال عليك في لحظه غلط، وهيتقال عليك انك بتاخد وبتعمل وبتسوي. انت شايف ان احنا ناقصين ربا؟ والله احنا عندنا خلل سياده المستشار في مناطق كتير جدا، وبالذات ان احنا افتقدنا مساحه كبيره قوي من الوعي، واللي بنسمعه واللي بنشوفه دلوقتي بيدل على ده. احنا بنحاول وحضرتك بتحاول نرجع الناس لعاداتنا وتقاليدنا الجميله، عشان نقول لا احنا عندنا الاحسن وعندنا القيمه وعندنا الحاجات الهادفه، مهما في حاجات وحشه حوالينا بتحصل، بس الحلو ان شاء الله هيرجع وهيرجع اكتر. يعني ما مش هيرجع لوحده طبعا، طبعا مش هيرجع بدون ثوابت، بدون عمدان. محتاجين نبدا بنفسنا التغيير. شايف الموضوع ماشي ازاي؟ شايف انا اللي غلط ولا اصل انا بحس ان انا قاعد قدام الناس دي امان بصراحه، ومش يعني هقول حاجه انا مش مؤمن بيها. لا لا حضرتك احنا بطلنا صح طبعا، الرب عيالنا للاسف. يعني يمكن الانترنت بقى والحاجات الحديثه دي خلت الناس انشغلت عن ولادهم. انا اعتقد ان كل زمن ليه طفراته، بس خدي بالك ان زمان كان التليفون ده طفره، يعني بالظبط كان زمان التلفزيون طفره، بالظبط كان زمان الثمان قنوات طفره، بس كان بيتقال لنا عيب اكيد فعش ما يصحش، كان عندنا احترام، حرام، كان عندنا خوف. بتسمعيها مش من بيتك بس، ده على السلم، بالظبط ده جارك. نعم، بس المدرس وبتقول له انا اسف بس ما تقولش. النهارده في حد من الجيران يقدر يقول للشاب عيب؟ لا صح. في حد يقدر يقول لك ده وزير التربيه؟ وزير التعليم؟ لا بقى اسمه وزير التعليم. التعليم وفي تعليم من غير تربيه؟ من غير تربيه؟ لا طبعا ما ينفعش. هعمل ايه؟ صح. ما هو النهارده انا عندي مشاكل. احنا زمان كان في، انا عارف ان انا عندي مشاكل كاحمد مش بسبب التعليم. التعليم سهل قوي، بس وبنضغط عليه نقول له اتعلم، اقرا، ذاكر، امتحن، هتسقط، هعمل، هسوي. صح؟ لكن التربيه، لكن التربيه صعبه قوي في سن معان وخلاص. معانا استاذ سعيد على الهوا. اهلا وسهلا يا فندم. استاذ سعيد. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سياده المستشار احمد بدوي؟ ازي حضرتك يا فندم؟ يا مرحبا بيك. اهلا وسهلا. انا ابني كان في لبنان بقاله 4 سنين. تمام. وجت ناس سوريين قالت لو عايز تعدي تروح اوروبا نعدوك، هتعدي من سوريا تروح على تركيا. اسمه حسين سعيد عبد المنطلق ابو عاصي. كان بيشتغل في لبنان، كان مقيم وبيشتغل اقامه في لبنان. كان مقيم اقامه شرعيه في لبنان. تمام. لا كان معدي برضه، كان معاه سوريا شرعي. شرعي منين؟ شرعي في البدايه. وعدى من سوريا راح لبنان. تمام. راح لبنان قعد فيها 4 سنين. كان بيشتغل. تمام. لا وطبعا لما اشتغل 4 سنين في لبنان، شغال في لبنان بقاله 4 سنين. فطبعا هناك جت له ناس سوريين في سنة 2013 8/10/2013. قال لو عايز تسافر اوروبا تسفرك. فراح معديينه من سوريا عشان يروح تركيا. تمام. اول كمين سابوهم، ثاني كمين مسكوه. اللي علمنا فيه ان هم راح مسكوه وراح ودوه الهجره والجوازات. مصلحه الهجره والجوازات في سوريا. سوريا. ودوه الهجره والجوازات في سوريا. تمام. ايوه بعد الهجره والجوازات في سوريا علمنا ان هو راح سيبنا فرع فلسطين في دمشق.
طيب استاذ سعيد اترحل من سعيد. لحظه اترحل لفرع لسجن فرع فلسطين في سوريا من الهجره والجوازات. اسمه معانا من 2013. اسمه معانا خلاص اسمه معانا عم سعيد عبد المنطق. هنقول دلوقتي ايه اللي حصل عشان معلش عندي مداخلات كتير جدا وتواصل معانا على تليفوناتنا الخاصه. هنقول لحضرتك الاجراء ماشي ازاي. معانا استاذ عبد الباري من الفيوم. اهلا وسهلا. الله يخليك يا باشا. الله يكرمك. اهلا استاذ عبد الباري. انا دلوقتي انا كان اتعمل لي قضيه 22 جرام بنك وخدت فيها 6 شهور و10000 جنيه غرامه. تمام. جيت طلعت قضيت 3 شهور مصاريف. وجيت بعد كده نسيت مصر وجيت جاي جوا قبلني تاني قالوا لي ده انت عليك الكفاله لسه ما سددتش. طيب جوا قبلني حبسوني. ايه حبسوني؟ شهرين. يا تدفع 9000 مش عارف 600 يا تتحبس شهرين. اتحبست شهرين. دلوقتي منفذ عليا 6 شهور. هل دلوقتي سيادتك انا بس عايز انا اخد الست شهور اخد السنه مش مشكله. انا عامل انا مش عارف اروح الفيوم ولا عارف اشوف والدتي وعامل حادثه ومركب شرايح مش مشكله. انا انام السنه عادي بس انا معيش ولا جنيه ادفعه بس اخد السنه بس يطلعوني ما عليش ولا الهوا ولا يسالوني فيها تاني. طيب بص هقول لك على حاجه عشان هو الموضوع طبعا داخلي مش 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 خاص ببره. هو حضرتك الكلام ده في هنا في مصر؟ استاذنك سيب لي بس الارقام مع استاذ ياسر بتاعت القضيه وانا تحت امرك هتواصل معاك واشوف الموضوع ايه وتحت امر حضرتك. انا نسمع بقى تقريبا حاجه تقريبا الموضوع في مصر. عشان انا شفت لك حاجه كده عن التربيه. التربيه ولا الهجره؟ لا التربيه. ما هو بص هقول لك على حاجه. ما التربية حلل 99% من مشاكلنا. والله انا عايز اقول لكم والله حاجة يعني. احنا اصلا تراجعنا سنين ضوئية لبقينا احنا العامل المصري ولا بقينا احنا العالم المصري ولا بقينا احنا الشاعر المصري ولا بقينا احنا الطبيب المصري. اللي بقى عندنا عايزين نقفش فيه قوي. بس لو تربينا صح هيرجع تاني تقود العالم. صح. اتفضل. علموا ولادكم. اتفضل. مما لا شك فيه ان عيالنا هم راس مالنا. ومين فينا ما بيتمناش ان ولاده تبقى احسن منه تعليم ومستقبل وعيشه كويسه. بس اكيد في حاجات كتير مش هيتعلموها جوه المدرسه. والتعليم مش بس مدارس انترناشونال واشتراك نادي. لا ده الموضوع بعيد جدا عن السكه دي. فيا ريت وانتم مشغولين في الدنيا بالمستقبل ولقمه العيش تعلموا ولادكم معنى عزه النفس وانه ما يطاطيش. علموهم يعني ايه وطن وارض وجيش. فهموهم ان بلدهم احسن منها ما فيش. قول له عيب يا حبيبي تشتمها وكرهه في كل واحد بيقل ادبه عليها وبيسعى يهدمها. عرفوا ان الشتيمه اصلا حرام. ربيه من صغره ازاي يحافظ على المال العام ما يخربش اتوبيس ولا يكتب على بيبان المترو بالإقلام. ويا ريت تخصصوا لولادنا حلقات كتير في الإعلام. كلموهم عن قيمة الجار وأهمية صلة الأرحام. ربوهم على التسامح والأخلاق وأداب الإسلام. علموا ولادكم إن الدين بتاعنا دين محبة وسلام. والإرهابي ده ملعوف في دماغه بأي كلام ملوش أي علاقة بينا غير إنه واحد مختل جايز يتربى في وسطينا. علموهم إن احترام وتقدير الكبير ده شيء مهم. ما تخلوش يجيب سيرة حد ويقعد يشتم فيه ويزم. واقنعوهم ان مفيش حاجة بدون مشيئة ربنا هتتم. علموا ولادكم ان اللي بيتعب بيلاقي. فهموهم ان رضا ربنا وحب الناس هو اللي باقي. وخليه يتعلم الحاجة اللي بيحبها. وخلوا العيال تخشن شوية وتعتمد على نفسها. علموهم يعني ايه كلمة عيب. خليك قدامه قدوة وصاحب وحبيب. فهموا يعني ايه تسامح وانه في لحظة القوة يسيب. وما تنسوش تعلموا ولادكم يعني ايه ارض ووطن وحدود. عرفوا مين عدوه الحقيقي واحكي له عن قصص البطولة والصمود. ربي انه يدافع عن ارضه وعرضه وجيش بلده ما ينفعش ابدا يعارضه. وما تنسوش تعلموا ولادكم الثقة بالنفس والطموح. علموا ولادكم ايه اللي ممنوع في حياتهم وايه المسموح. علموهم كل حاجة حلوة تنفعهم. حاسبوهم عن كل حاجة تضرهم وتضيعهم. راقبوهم واعرفوا من صحابهم اللي وارد جدا تصيعهم. علشان عيالنا دول هنتحاسب عليهم قدام ربنا. ف
فمهم جدا نركز معاهم، والكلام ده ليك وليها وقبليكم ليا انا. ارجوكم علموا صح الولاد عشان ربنا ينفع بيهم البلاد والعباد. شكرا شكرا شكرا. الله عليك والله ما شاء الله، جيت في وقتك قوي قوي قوي. يعني لما بنقول 90% من اللي احنا فقدناه راجع لان احنا ما حدش يزعل مني، يعني احنا ساعات بنقول احنا اتربينا غلط عشان ربونا، صح؟ صحيح. بس لا يا جدعان، والله والله العظيم ما هيبقى لينا قيمه في كل مجالات الدوله هنا وبره الا لو رجعنا تاني مؤدبين. والله هنضيع، احنا كده بنضيع بره وجوه بندوب. مش كلامي ولا كلام احمد ولا كلام اسماء، ده زمان اسال النهارده حد من الشباب قول له مين احمد شوقي. للاسف في ناس ما بقتش عارفه. للاسف يعني احنا رموزنا بتضيع، تاريخنا بيروح، التراب بياكله ونسينا. لما هو مش عارف احمد شوقي يبقى لما اجي اقول له النهارده مثلا وانما بيكا. الامم الاخلاق ما بقيت خلاص دلوقتي، فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. هيقول لي انت بتقول ايه؟ انت مين؟ اه والله هما دلوقتي وعايز فهلوة. حمو بيكا عايز بدون اسامي بدون اسامي عشان الناس دي ما تستاهلش ان يتقال اساميها. لا يعني ما هو ده لا 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 لا، احنا اصبح قامات العيال ومثلهم الاعلى يا فندم. ده بقى منتشر في الشارع المصري. صحيح. ما لا بس حضرتك لازم تواجه ده. للاسف لا، للاسف لا لا، عشان احنا في مرحله والله بنروح والله بنعتب على كل حد في الدنيا واحنا غلط. انا لو رحت خدت خطوه غلط كان ابويا بيعاقبني حقيقي وحضرتك وكلنا. بس لكن النهارده لا، الموضوع بقى لا، ده انا بروح اغلط وادمر الدنيا وارجع اقول لك فين انت بتعمليش ليه، انت لازم تتحرك بسرعه، احنا ما عندناش. ادعم مؤسساتك بتاعه الدوله، خوف الاجنبي منها، انت بتهدها فمش هتعرف تجيب لك حقك والحق اولادك. ما ينفعش ما ينفعش نشتم بعض ونهين بعض ونقل من بعض لان ما حدش هيحترمنا. والله ما حد هيحترمنا. خلوا اللي بيقوم بالفتنه دي وبيدعمها يختفي. حضرتك ما تتفرجش عليه عشان حد بيتفرج عليه وبياخد فلوس والله، ولما بتشهره بتديله فلوس تاني. صح. فلا، خلونا نقفل على نفسنا نحل مشاكلنا. المشاكل ما بتتحلش خالص بالسباب، جربنا كتير قوي. يا مشكله عرب القاسم اتحلت بالسباب؟ اكيد لا طبعا، نهائي اكيد لا. بس فبعد اذنكم في ناس بتستغل بالراحه. احنا معانا مكالمه اخيره عشان وقتنا خلص. استاذ يحيى من الاسماعيليه، اهلا وسهلا استاذ يحيى. لو سمحت انا بستغيث بك يا سياده المستشار احمد بدر. تحت امرك. اتفضل. اختي بوخالي خد ارضي وفلوسي وبيت، وانا شغال مدير عام في الارصاد الجويه. احنا تحت امرك يا استاذ يحيى، بس اعرف الموضوع من حضرتك في الكنترول واحنا كلنا تحت امر حضرتك. معلش انا بستغيث بيك، ما سبت ليا حاجه، انا متاجر بيت وبنام على ارض مع ثلاث بنات. انا تحت امر حضرتك، ولو حقك قانوني انا واقف وراك لحد لما يخلص. معلش اول مره تحصل في التاريخ. الا وهي الو ايه اللي اول مره تحصل في التاريخ يا فندم؟ ابن اختي محامي شيطان ما سابت شهره، واخد فلوسي وارضي وبيت. ان شاء الله طول ما انت بتطالب بحقك ربنا ينصرك، احنا معاك مش عايزين منك حاجه، متطوعين، ده دورنا، دي رسالتنا. والله ما بنجامل حد ولا بنجب على حد، هي رساله المحاماه كده. رساله المحاماه ان انا اقف مع حضرتك، رساله المحاماه ان انا اسم العداله الواقفه، مش ان انا ادور على حضرتك واخد فلوسك. والله وعايزين تعرفوا، شوفوا روب المحاماه هتلقى الجيب مفتوح من جوه، ده ليه هدف. انا ما بجاملش حد ولا بجاب على حد. هنختم اخيرا بالقصيده بتاعت الحراميه. الهجره غير الشرعيه. ايوه. هي رساله لكل شبابنا يسافروا بالطرق المشروعه. ايوه انا عاطل مش شغال، متجوز وعندي عيال، وياما حاولت واتكحولت، اشتغلت 50 شغلانه، بياع وتباع وشلت رمل وزلط، وعمري ابدا ما رحت في سكه الغلط. وصبر مش نفسي. احمد هيقطع معاكو وهو احمد شغال، مش هنتكلم، تصبحوا على خير.
واصبر نفسي واقول بتضيق ساعات وبتفرق ساعات، والصبر هو بناخد عليه حسنات، وارجع ابص للعيال وامهم اقول لا